مزامنة مع موسم الاصطياف ومواصلة للجهود المبذولة لقيادة الدرك الوطني، نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بي تي بازا عدة مداهمات للشواطئ الواقعة ضمن اختصاص ضمن إقليم اختصاصها، أين تم حجز عدة طاولات وكراسي ومظلات يتم كراؤها للمصطافين دون رخصة استغلال. هذه العمليات لا تزال متواصلة إلى غاية نهاية موسم الاصطياف. المبادرة اللي قاموا بها الدرك الوطني كانت جد إيجابية، نشكرهم على المبادرة، وماذا بينا إن شاء الله هذو الناس اللي هم يخدموا بالفوضى إن شاء الله ربي يهديهم. الدرك الوطني عباك يشوفوا الدرك الوطني نحسوا بالأمن، بالحماية، بعدة أمور، تحس باللي مواطن موش وحده، كاين الدولة راهي قايمة به.